ربنا وهدي لك بعد ماتش ايفرتون. قلت لك انت اللي جبته لنفسك، كريستيانو رونالدو الصفقه دي هتضرك انت اكتر ما هتفيدك، لان الناس هتبدا تركز معاك وانت مدير فني ماشي في نور الله ومدير فني على قدك ومدير فني ضعيف فنيا وتكتيكيا والفرقه هي اللي مقوماك. يعني الفرقه بتقدم ماتش كويس تبقى انت مدير فني كويس، الفرقه بتقدم ماتش سيء تبقى انت مدير فني سيء، وانت على الله حكايتك يعني ما بتديش تعليمات ولا بتقف على الخط ولا اي حاجه، انت كل اللي بتعمله بتقعد مع مايكل كاريك وبعد كده تيجي عامل تغييره غريبه جدا اللي هو يا انت حمار يا كاريك حمار، ففي حاجه فيكم انتوا الاثنين غلط. وكل ده وعندك كريستيانو رونالدو، كريستيانو لما عطى لك ماتش ايفرتون السير قفش، وحبيب محمدوف المقاتل كان بيقول لك ان سير اليكس فيرجسون كان بيقول لي ان كريستيانو رونالدو ما ينفعش يقعد دكه واللي سولشاير بيعمله ده غلط والكلام اتسرب، فيطلع سولشاير امبارح في المؤتمر الصحفي لمباراه ليستر سيتي يقول لك ما هو كان بيعجز جيجز. ايه يا جماعه المشكله؟ يا ابني يا حبيبي ده اللي واقف في ظهرك، ده اللي واقف في ظهرك علشان خاطر الجليزرز ما تمشكش، انت عبيط ولا ايه؟ انت دلوقتي كريستيانو رونالدو الضغط الجماهيري عليك عالي وسير اليكس فيرجسون بدات تخسر دعمه، يعني انت لبست في الحيط يا بابا، النهارده بتلعب قدام ليستر سيتي في ملعبهم وعندك مشكله كبيره جدا. معلش بقى دي حاجه انا عايز افهمها بقى، انت ليه لعبت بماتش؟ فين سكوت ماكدوناي؟ يعني مش عارف كده الناحيه الثانيه ان هيجي لك ماديسون وماديسون هيلعب بين الخطوط مش عارفها طيب، ولا ما حدش قال لك ان ماديسون هيلعب مركز صناعه اللعب وهيرتكز ورا الاثنين ديفندرات بتوعك في المساحه الكبيره ما بين ماتيتش وبوجبا ولندلوف وماجواير، ولا انت لسه واثق ان هاري ماجواير يقدر ان هو يعمل تحديث كده ابديت جديد ويقلب فيه فيرجيل فان دايك مره واحده؟ انا عارف ان انت جبته كابتنته وبعد ما كابتنته انتظرت منه دور فيرجيل فان دايك، بس هو النهارده بصراحه عمل معاك الغلط. يعني النهارده يعني في عز ما انت ما بتقرر ان انت تبدا المباراه بميسن جرينوود، وجرينوود ربنا بيكرمه بيروح يعمل هدف عالمي وانت قاعد كده مستكان يا سوهادي وعاد يونايتد وهنحضر لماتش ليفربول سوا يا جماعه، والماتش بدا يسهل علينا اهو، لان الناحيه الثانيه معروف ان السيد براندو روجرز هينزل يعمل جيم دفاعي ويعتمد فيه على المرتدات، الراجل بيلعب 3 4 1 2 1 2 بيعتمد فيها على ماديسون وعلى ايناتشو وعلى جيمي فاردي. انت دلوقتي جبت له جون هيضطر ان هو يفتح قدامك، ووقتها مفترض ان سانشو وجرينوود يخلصوا ويجيبوا الهدف الثاني، وكريستيانو رونالدو طبعا لازم يسجل عشان كريستيانو ما بيسجل بيكون اضافه كبيره لمانشستر يونايتد، لما بيقدم ماتش سيء لازم يتم ايقاف سولشاير. قلتها لك قبل كده كريستيانو هينفخها غلط اكتر ما هو ما هيساعدك، وانت كنت فاهم الموضوع غلط، عشان خاطر تيجي اللحظه الحاسمه، اللحظة اللي بيقرر فيها دافيد دخية يباص الكرة لهاري ماجواير، هاري ماجواير بيقعد يبص حواليه اباص لمين اباص لمين، لوك شو فين، طب اغير الناحية التانية احاول العب لباس لبيساكا ولا احاول العب لاندلوف ولا احاول انايل ايه، لحد ما هو قاعد يفكر كل ده تلاقي لما خد الكرة حطها جوه. انا كنت لسه هبط يلا لا يا معلم بص براحتك بص براحتك يا معلم، 1-1 يلا كريستيانو هنسجل، كريستيانو بيجي له واحدة كده بيلحقهاش اللي هو كريستيانو في حاجه غلط، طب اغيرك طيب طب لو غيرته ما السير اليكس فيرجسون هيطلع يقطع فيا، طب نسيبك يا كريستيانو، طب ماتيتش بقى يتغير ما غير ماتيتش ابوس ايد اهلك، طب حاول كمان ان انت تنزل راشفورد عندك على دكه متاحه، هنزل راشفورد من عيني انا راشفورد عندك دكه هنزل انا راشفورد، نزلنا معلم راشفورد نزلنا راشفورد، الشوط الثاني اول ما بدا راح منزل راشفورد وراح مقرر ان هو انا خلاص بقى بعتها لازم اسجل الهدف الثاني، انا خلاص لازم انهيها. والناحيه الثانيه ليستر سيتي عمال يديله مرتدات، بول بوجبا سيء وماتيتش سيء والواد ماديسون حرفيا متدلع، ماديسون متدلع وتيليمانز متدلع وبوبكر سوماري متدلع ونص الملعب بدا يروح لليستر سيتي، وشكلك هتشوف ايام سودا يا ابن المستخبيه، يلا غير ماتيتش ونزل ماكدوناي. يا ماتيتش كويس يا جماعه اهو كويس جوه الملعب، يا ابني غير ماتيتش يا حبيبي. ماله ماتيتش يا جماعه؟ يعني احنا بنلعب 4 2 3 1 ماتيتش هو الديفندر المفترض هيلم ورا بول بوجبا في الادوار الدفاعيه وهيلم كمان ورا الباك ورا الهاف اللي هو مفترض ان هو ما هيلم ورا جادن سانشو، سانشو اللي احنا لحد دلوقتي مسجلين سانشو بتاع بروسيا دورتموند، وبرونو فرنانديز النهارده كان تايه، واليوم اللي بيتوه فيه برونو الفرقه مش لاعب ملايين اساسا خالص، النهارده في عز نص الملعب بتاع ليستر سيتي اللي كان قوي جدا اللي كان فيه يوري واللي كان فيه بوبكر سوماري واللي كان بيرجع لهم جيمس ماديسون عشان خاطر تتقلب ب 3 5 2 كان تايه فيها خالص برونو فرنانديز. فنقعد بقى ندور هنلاقي ان الناحيه الثانيه كاستاني وريكاردو بيريرا عملوا ماتش دفاعي كويس جدا، وكمان كان بيحاول ان هم على قد ما يقدروا يكون ليهم ادوار هجوميه، وشفنا ان لسه السيتي قادر ان هو يسجل الهدف الثاني، الكوره بتاعت تيليمنز اللي شاطها ودخيا صدها وجت في العارضه، وبعد كده شفنا كمان كور كتير لسه السيتي عمال يضيعها لحد ما لقينا الهدف الثاني جه لسه السيتي. الهدف الثاني جه ليستر سيتي عن طريق سيرينكو اللي هو المساك، سيرينكو حرفيا لقى الكره قدامه وهو جون فاضي، جون لعيبه يونايتد بيرفعوا اوفسايد، لا
ما هو الشهيد هاري ماجواير واقف قدام الكوره ومش اوف سايد، يعني تخيل انت كنا جايبينه يشتغل فان دايك، جايبينه دلوقتي يخرب البيت. فالهدف الثاني اتسجل، نسكت بقى على كده؟ لا يا معلم، يتعمل كده بصر كره طويله جميله جدا من فيكتور لوندروف لماركوس راشفورد، راشفورد بياخدها وبيسجلها. لقد عاد الامير راشفورد، لقد عاد ماركوس راشفورد يا جماعه. مانشستر يونايتد جاي وكريستيانو هيسجل الهدف الثالث في الدقيقه 90 علشان خاطر يكون ملحمه ما بعدها ملحمه. لا ما مش عايز اقول لك ان الجون جه من هنا لعيبه ليستر سانتارو وراح سجل له الهدف الثالث عن طريق جيمي فاردي. والله والله حصل بس سانتارو بالظبط يعني. لحد ما بنلاقي ان جوني بنلاقي سيد براندون بيقرر ان هو ينزل جينيك فيستنجارد مكان جوني ايفنس في الدقيقه 88، وبعد كده قبلها بيكون منزل باستون داكا اللي سجل هدف الرابع مكان ايناتشو، وايوزي بريز مكان جيمي ماديسون علشان خاطر نقعد نتفرج على الهدف الرابع اللي بيجي عن طريق دوكا عشان نخلص المباراه، ونقعد نقول له سوليتشاير باي 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 باي، انت اللي جبت لنفسك ولا مش انت اللي جبته لنفسك؟ حد قال لك تروح تجيب كريستيانو رونالدو؟ الا بقى لو الكريسرز هم اللي فرضوه عليك والسير فرضوا عليك، بلبس بقى معلم دلوقتي. هل هو ممكن يمشي؟ بصراحه بعد السير ما قلب عليه ممكن يمشي، انما بسبب الخساره ما اعتقدش ان سوليتشاير بيخسر بقى لفتره طويله جدا، ويقدم ماتشات كارثيه لفتره طويله جدا، ومدرب عادي لفتره طويله جدا. فالنهارده جايين يكتشفوا الكلام ده، يبقى هم اللي لسه جايين جديد لا مؤاخذه، انما احنا اللي مش جايين جديد احنا عارفين سوليتشاير وعارفين البنيه بتاعته. براندون روجرز مدرب اعلى منه بمراحل، فالنهارده ان هو يكسبه تكتيكيا ويكسبه 4-2 جوه الملعب، هي حاجه مش مفاجاه، هي حاجه مفاجاه عليك عزيزي اللي جاي تبع الدوم. ومش عايز اقول لك ان الدوم كان واحد من اسوء اللعيبه في خط هجوم مانشستر يونايتد، لا تزعل، بس انا بقولها لك في اخر الفيديو اهو عشان خاطر لو كملت معايا لحد هنا تعمل لايك، ولو ما كملتش تعمل ديسلايك، ولو في الحالتين ممكن تعمل سبسكرايب وتشتمني براحتك في الفيديوهات الجايه.